السلام عليكم اخواني اخواتي المشاهدين، هذا اخوكم سيمو يعود اليكم من جديد. قبل ما تشوفوا لا فيديو نتاع واحد الانسان سعودي من بعد فهيد الشمري اللي هو اسمه رواف الساعين، قبل ما تشوفوا لا فيديو اخواني المشاهدين اللي عمرو شافنا مع اللي غير يضغط على الزر اشتراك ويضغط على الزر الجرس باش يوصلكم الجديد اخواني المشاهدين. غادي نخليكم على فيديو من بعد غادي نولي لكم اخواني المشاهدين فرجه ممتعه. انتم يا الشتات يا الغجر يا المغول يا التركمان يا الشركس يا الرومان يا بقايا الشعوب، ايش دخلكم بالموضوع؟ ايش دخلكم بالسالفه؟ ايش دخلكم بيننا؟ هذا بني اسرائيل على ارضهم، ما لكم ارض انتم ولا لكم قضيه يا جماعه، انتم ادوختونا واشغلتونا. والاقصى، الاقصى لمعلوميتك ما عندكم اقصى، ما في شيء اسمه اقصى، في شيء اسمه القدس. المسجد الاقصى اللي ورد ذكره هو بالجعرانه 29 كيلو على الطائف، وكان المسجدين المسجد الاقصى والمسجد الادنى. الفلسطيني، انت ما انت عربي ولا لك ارض ولا لك قضيه، الارض ارض اسرائيل والقضيه قضيه اسرائيل معكم. لكن نتنياهو جبان، لا نتنياهو ما حرقكم، مدري وش يبي بالاسلحه مكدسها عنده. يا ادمي يا نتنياهو احرق هالعصابات هذه وهالشتات وهالملفقين وريح نفسك وريح العالم منهم وريحنا احنا منهم. ليش نخليهم؟ ليش فتح لهم الحدود يهاجرون؟ من بعد ما شفتوا لا فيديو اخواني المشاهدين غادي نشرح لكم كل شيء بالتفصيل. من بعد ما شفتوا هذا الانسان اللي سميته رواف، رواف الساعين اللي هو سعودي اخواني المشاهدين، من بعد ما جاء ذاك الكيدار ديال فهيد الشمري رجع عاوتاني كهذا. اللي كيبغي يدير البوز، اللي كيبغي يطلع القناه ديالو، اللي كيبغي كما نقولوا يتشهر، كيبقى يسب. فاش سبحان الله العلي العظيم، انا لاحظتها، يبقى يسب في العالم ولا يبقى يسب في المغاربه وكيدير البوز. هذه بالتجربه، فين ماشي واحد كيدخل يبقى يسب الناس ولا يسب لا 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 يسب من بعد روتيني اليوم يخرجوا هذا الكيادر يسب الدول ولا يسب المغاربه. اللي بغى يدير البوز يدير البوز على ظهر المغاربه. هذه بالتجربه اخواني اخواتي الكرام، راكم شفتوا والخبيث والخبيثه انه قال لك ما كيستعرفش شي حاجه سميتها فلسطين، والرومان والخالي راكم شفتوا اخواني المشاهدين ما كيستعرفش شي حاجه سميتها الفلسطينيين، دخل فيها الرومان، دخل فيها كذا، قال لك المسجد الاقصى وقال لك الاخر وقال لك سبحان الله العلي العظيم كما سمعتوا في الفيديو، وقال لك سيدي انه فلسطين ماشي دوله واسرائيل هي كذا، وقال لك اودي خصو يقضي عليهم ويوجه الرساله لذاك الرئيس ديال رئيس الفلسطيني، قال له ودي خصك تجمع معاهم وطوي، خصك تحرقهم، خصك هذا وخصك. شوفوا الكيدار، حنا نطالبوا من هذا الانسان هذا ما يبقاش يبان في التواصل الاجتماعي، يبقى لا ما عندناش الاخر السلطه، ما انت بحالك سبحان الله العظيم. خصنا نوضوا له الدوال بحال هذا، خصو السجن المؤبد، ولا خصو يعني صافي سالوا الرباط، لان هذا الانسان لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. المهم قال لك غادي نشرح لكم كل شيء بالتفاصيل اخواني المشاهدين. قال كاتب سعودي متصهين يدعو نتنياهو لتاديب الفلسطينيين، هذاك الرئيس ديال الاسرائيليين ولا انا ما عرفتش تسميته، حتى قريتها هنا نتنياهو لتاديب الفلسطينيين، مستعد قال لك مستعد اوروبي هذا الكيدار هذا، باش تعرفوا هذا الكيادر، هذا الكيادر سمعوا شيء، قال لك مستعد أربي يهودي في بيتي ولا أدخل فلسطيني. قال لك هو مستعد يربي واحد الإنسان اللي يهودي وما يدخلش فلسطيني لدارو. الله ينعل الكيادر ديال أمك. أنا هذا الشيء اللي غادي نقول لك، لأنك كيدار فلسطينيين إخواني أخواتي راهم إخواننا، والله يعزهم، والله يفكوا حيلهم ديك الحوايج اللي راه عندهم، والله يعطيهم العز والنصر. أنتم إخواننا الفلسطينيون، إحنا مغاربة نحبكم كثيرا كثيرا، باش يفهموها اخواني المشاهدين، لانهم ما يفهموش اللغه المغربيه، لان هذا الكدار لا حول ولا قوه. قال لك تباهى المؤرخ والصحفي الاسرائيلي جاي معيان بتصريحات الكاتب السعودي المتصهين رواف الساعين. شوفوا اخواني اخوتي الكرام، تمعنوا معايا. قال لك تباهى المؤرخ، تباهى يعني راه تباهى بهذه الهضره اللي قالها هذا الكدار، هذاك مستجر ربي، هذاك مستاج العنزي، والله الا عندكم العنازه وعندكم دوك البلاله اللي كيكونوا تما، دوك راكم عارف دوك الخرفان ودوك العنازي بحالك انت، داك المستاج اللي راك داير. تباهى المؤرخ والصحفي الاسرائيلي
جاي معيان بتصريح الكاتب بتصريحات الكاتب السعودي المتصهين رواف الساعين، والتي طالب فيها رئيس الوزراء، اسمعوا، والتي طالب فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتخليص العالم من شر الفلسطينيين. احنا كان طالبوا بالسلطات والناس اللي راها كتحكم فيكم وامريكا باش انت يمحيوك باش نتخلصوا منك انتايا. هذا رواف السعين يا واحد السعايه واحد الكيضان قال لك بغى يتخلص من الفلسطينيين. واش داروا؟ انت مسلم، انت سعودي، انت مسلم دركي، واش انت بغيت غير نعرف واش انت مسلم؟ مين جاتك الاسلام؟ راكم نتوما في الحرم، في وسط الحرم المكي كتهضروا هذا الهضره. وقال رواف السعين في فيديو رصدته وطن المرفوض نتنياهو يخلص العالم منكم، انتم شر في كل دوله تحيطون فيها الفلسطينيين، هل كلكم مشريين ما فيه ميزانيه تنشرون عشان تعادون السعودي، تعادون السعوديه؟ نشوفوا الكذا. وأضاف الكاتب السعودي المتصهين مهاجما الفلسطينيين: المرض فيكم والخيانة بدمكم، أنا مستعد أنام عند يهودي ولا أنام عند يهودي ولا أنام عند فلسطيني. قال لك سيدي هو يعني يقدر يبات عند واحد يهودي وما يباتش عند واحد فلسطيني. أنا مستعد أربي يهودي في بيتي وأرقده وأشربه ولا أدخل فلسطيني بيتي. لعط الله وعليك يا ود الكدار، هادشي اللي غادي نقول لك، انك كدار وشحلاف وخروف وراكم عارفين واش اخر، انهم هما مثليين كيدخلوا بالعبايات وكيبقاو هما هكاك دايرين. حنا عندنا كاع نقولوا، حنا كاع نقولوا في المغرب عندنا واحد ولا زوج، عندنا صوفيا طالوني وعندنا الدومه، وانتم واش عندكم؟ انتم عندكم داك الشيء بالعله اللي كيلبسوا الفوقيات وكيبقاو يحركوا المؤخرات ديالهم. اللهم اني صائم، لانك انت كدار مش تبقى تعير في الفلسطينيين. هذوك فلسطين خوتنا، هذوك فلسطين خصنا نحميهم حنا، الا ما حماهمش الدول العربيه شكون اللي يحميهم؟ ها هتلر واش قال لك؟ خلى لكم واحد شويه تاع اليهود عبره، ما خلاه لكم واحد شويه ديال اليهود عبره اخواني المشاهد، عبره ليكم وللناس. المهم اخواني المشاهدين، وقال لك وطبل المؤرخ الإسرائيلي جاي معيان على كلام الساعين الذي أوجعته ردود الفلسطينيين على تطبيع السعودية مع إسرائيل قائلا، كلام صريح وطبل المؤرخ الإسرائيلي جاي معيان على كلام الساعين الذي أوجعته ردود الفلسطينيين على تطبيع السعودية مع إسرائيل قائلا، كلام صريح للرجل الشريف، مرحبا بك وبشرفاء السعودية دائما في تل أبيب يا أبو اليمامة. سمعوا، نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تصدوا للمؤرخ اليهودي والكاتب السعودي ملقنين الكاتب درسا قاسيا ومعبرين عن حبهم للفلسطين ونصرتهم القضية الفلسطينية. انك انا واش غادي نقول لك، راكم سمعتوا اخواني المشاهدين، راكم شفتوا الفيديو، راكم شفتوا كامل اخواني المشاهدين واش قال هذاك الكدار. بعد ذاك ابو ذاك فهيد الشمري خرج لنا هذا الكدار اللي سميتو رواف الساعين ولا رواف السبعين ولا يعطي لامك سبعين كيه، خرج لنا من الجم بقى يسب الفلسطينيين، يسب حتى هو العالم. سمعتوا واش قال لك اودي رقد، انا عندي يهودي وما رقدتش عندي فلسطيني، وهما دايرين وهما فاعلين وهما تاركين، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لأن هذا الإنسان هذا إخواني المشاهدين، واش غادي نقول لكم؟ مانيش عارف علاش راهم كيخرجوا ولاو كيتهجموا، ولاو دركي يعني بالعلالي. دركي حنا عارفين باللي راكم شفتوا ملي صارت المشكل مع الإمارات والسعودية على حساب إسرائيليين اللي ما بغاوش يعني يديهم يهجروهم لبلدانهم، ناض هذه المشاكل هذا باش تعرفوا أن إخواني المشاهدين الامارات والسعوديه واحد هما، باش تعرفوا ان السعوديه عفوا باش تعرفوا ان السعوديه واحد هما واسرائيل. يعني صافي السعوديه خرجت على المله، مانيش انا على هذوك الناس، انا على هاد الناس اللي مانيش فاهم، خرجتوا على المله عندكم حاره حرم مكي، يعني الله اللي خير بزاف خير
ودار ديك البلاصه يعني باش يزوروا مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتم كتخرجوا بحال هكا وتخرجوا شواد وخرجتوا يعني ديك الارض ضيعتوها فيها كما الملاهي الليليه، فيها البيران، فيها القمر بالمنقبات. ما بغيتش نحط لكم الفيديو اخواني المشاهدين، في التالي يخرج واحد يعني صهيوني من ذوك الصهاينه ديالهم، فيبقى يسب، كيبقى يسب ويطيح الهضره في العرب ويسب في المغاربه. نحن لك بالمرصاد، مانيش عارف اللي بغى يتشهر ولا بغى اللي بغى يدير شي حاجه ولا اللي بغى يتعرف كيجبد انه المغاربه ولا كيجبد العالم ولا كيبقى يسب العالم ولا كيبقى يسب الدول العربيه. اللي بغى يدير البوز علاش؟ لماذا؟ علاش ما كتلهوش في روحكم؟ علاش ما تشوفوش الاقتصاد ديالكم؟ علاش الحمد لله ترامب ميريكان ضيعت لكم الحياه ديالكم ودار عليكم وبقى يضحك عليكم والجمهور يضحك عليكم ويقول لك انتم يعني عندكم الفلوس غادي تخلصوا، بقاو يضحكوا عليكم الجمهور لانكم عارفينكم خرفان يا اهل الخرفان، عارفينكم اللي انتم خرفان، تجبدوا العقاق ويخوروكم. جمعوا يعني وحده كاع نديروا، شوفوا اخوان المشاهدين كاع نديروا، انتم كتبقاو تسبوا المغربيه المغربيه تاشرف منك، كتعجنوا تسبن والزين والرفاهيه وكل شيء وتلقاها زينه، ماشي كما السعوديات كحلات بلوسخ، ماشي بالاخر كحلات بلوسخ يعني مودحات ما فيهم لا زين لا حتى شي حاجه. يعني امراه سعوديه شكون العقده ديالها؟ هي المراه المغربيه ديما، ملكة الجمال مغربية، هادي مغربية، شكون اللي دايرة رئيسة كذا مغربية، فين ما مشات المغربية المرأة تحياتي للمرأة المغربية شابو. ما هذوك اللي كتهضروا عليهم انتوما اللي كتقولوا انتوما كتبولوا عليهم وكذا يعني كتخورك، انت كتمشي تنعس معاك ولا كدير كذا هادي حاشا الاخر كتخورك في الفلوس ديالك. انك يعني ما تقدرش انت ما لا اله الا الله محمد، ولكن انتوما السعودية شكون اللي كينعس معاهم؟ راه مبينين شكون اللي كينعس معاهم. باش بقاو تطيحوا علينا حنا الباطل وتطيحوا علينا الهضره والاقتصاد ديالكم بداو تطيحوا، لا شوفوا الاقتصاد ديالكم، شوفوا الاخر ديالكم، المجاعه ديالكم. وهذا ميساج موجه ليك باش ما تعاودوش تهضروا اخواني المشاهدين. تحياتي لكم، هذا فيديو ديال اليوم، اللي عجبو اخواني المشاهدين علي غير يضغط يدير بارطاج ويضغط على زر الاشتراك ويضغط على زر الجرس باش يوصلوا كل جديد. انا ما نكذبش عليكم، انا كنرتاح في هذه البلاصه اخواني المشاهدين باش نصور فيها، لان كنسمع تغاريد العصافير وكنسمع هذا يعني هذا يعني واحد بحال الشكل ديال الشلال جاي من بعد اخواني المشاهدين، يعني كنسمع داك التخرخير ديال الماء ديالو كيعجبني، وكنشم الهواء اخواني المشاهدين، يعني كيعجبني كتعجبني هنا نصور اخواني المشاهدين. تحياتي لكم، تبارك الله عليكم، ما تنساوش ديروا اشتراك، وتحياتي لكم وصحة فطور.